يسعى فريق الكويت إلى حسم لقب دوري الممتاز لكرة السلة عندما يلتقي مساء اليوم نظيره كاظم في رابع مواجهات البلاي أوف ضمن الدور النهائي المكون من 5 مباريات محتملة، وذلك على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي. وكان الكويت قد اكتسح كاظم في اللقاء الثالث الذي جمعهما أمس الأول وبنتيجة 126 نقطة مقابل 69 ليتقدم في السلسلة بمبارتين مقابل واحدة، ليقترب الكويت من التتويج باللقب في حال كرر انتصاره اليوم على كاظم. لا لاني الله 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 جاهز.